التي تستخدم في هذه الأيام هي على التوقيت الزوالي، إذا زالت الشمس من كبد السماء، أي حان وقت الظهر. ففي أي بلد من البلدان إذا أردت أن تعرف الساعة توقت الساعة على زوال الشمس، تجعلها على الأصفار، يعني على 12، ثم بعد هذا تقريبا بربع ساعة 10 دقائق هكذا يكون أذان الظهر. ففي الغالب أننا في مكة مثلا يكون أذان الظهر عندنا بعد الساعة 12. التوقيت الثاني يسمى التوقيت الغروبي، ويكون على غروب الشمس، أي وقت صلاة المغرب تكون الساعة 12، يعني 0. ولهذا في المملكة العربية السعودية حرسها الله يكون أذان العشاء دائما الساعة 1:30 بالتوقيت الغروبي.